السلام عليكم. فاكرين بوحة لما راح للراجل اللي وشه بين قوسين وقال له ايه يا عم انت مش شايف نفسك مرايات بيتكم كلها متكسرة؟ اهو برضو الاساطير فيها اسطورة عن واحد مرايات بيتهم كلها متكسرة، وانا جنة عادل ودي فحلة النهاردة. تقول الأسطورة كان في شاب أجمل من كل البشر اسمه نارسيسس أو نرجس. لما اتولد العرافة راحت لأبوه وأمه وقالت لهم علشان نرجس ده يكبر ويبقى قدنا إن شاء الله ما ينفعش يشوف نفسه. طبعا weird as it may seem، بس احنا مش هنناقش العرافة، هي حتى اسمها عرافة أكيد عارفة حاجة، ودي لقطة هنرجع لها في آخر السحلة. مهم خلينا في نرجس دلوقتي. أبوه وأمه يعيني خبوا مرايات البيت ومرايات البيوت المجاورة، وكبر نرجس لحد ما بقى شاب حليوة 16 سنة كده، كل البنات بتحبه، كل البنات حلوين، لكن لا عمره شاف نفسه ولا عمره عارف يحب حد. ايه ده لحظة، هو في علاقة بين ان عمره ما شاف نفسه وعمره ما عارف يحب حد؟ حلوة، هعملها سحلة لوحدة. المهم في يوم من الأيام نرجس طالع يصطاد في الغابة، يقابل مين يا ولاد؟ إيكو، اتكلمنا عليه في السحلة اللي فاتت، وشوفوها بعد ما تخلصوا الفيديو ده. إيكو وقعت عيني في غرامه من اول نظره، وهو مش بس ما حبهاش، ده قعد يتريق عليها، وايه ده انت مالك بتتكلمي كده ليه، ده انت لو اخر ست في الدنيا عمري ما هبص لك. المسكينه رجعت الكهف بتاعها مفلوقه من العياط، فكشفت راسها ودعت عليه الهي يا نرجس يا ابن ام نرجس تشرب من نفس الكاس، تحب حد من كل قلبك وما يحبكش. مين تسمع دعوتها؟ نمسيس، ربه الانتقام. نمسيس عادة ما بتحبش تتدخل في المسائل العائلية دي، بس واضح ان ايكو قطعت قلبها، فقررت ان عدالة السماء هتهبط على استاد باليرمو. استدرجت نرجس لحد بحيرة شديدة الصفاء، وهو كان تعبان شوية من الصيد ومن التريقة على ايكو، فوطى يشرب، فشايف اجمل مخلوق شافه في حياته. نرجس ليس جميلا كما ظن، شاف نفسه. نرجس ما كانش يعرف شكله ايه، عشان كده وقع في غرام الانعكاس ده من اول نظرة. وهنا في نهايات مختلفة للأسطورة وكلها نكد على دماغه. نهاية بتقول ان نرجس خدته الجلالة فوطى يبوس هذا الكائن الجميل، فاتقلب وقع غرق في البحيرة وظهرت مكانه وظهرة النرجس. نهاية تانية بتقول ان نرجس اكتشف ان ده انعكاسه، وانه لما استوعب ان الكائن الوحيد اللي هو حبه فعلا كان his own reflection، صورته في المية، وان العلاقة دي مستحيلة، تلاشى من كتر الألم والحسرة والإحراج الصراحة لأنها حاجة محرجة جدا، والآلهة عملوا مكانه وظهرة النرجس. نهاية تالتة بتقول إنه فضل جنب البحيرة ما بيعملش أي حاجة غير إنه يكلم الانعكاس الجميل ده ويحاول يقنعه إنه يطلع له، خايف يقوم لحظة الانعكاس ده يمشي، وخايف يشرب لحظة إن الانعكاس ده يتلاشى، لحد ما في الآخر مات من الجوع والعطش وظهرت مكانه وظهرة النرجس. دخول مصطلح النرجسية في عالم الطب النفسي ليه حكاية بقى، أكيد مش هنحكيها دلوقتي علشان ورانا أشغال، بس أنا عايز أرجع للقطة العرافة. العرافة بتاعت نرجس بتفكرني بالعرافة بتاعت فيلم ماتريكس لما قالت لنيو فداك الفازة، فالتفت يشوف مالها الفازة فكسرها. هل العرافة كانت عارفة حاجة فعلا، ولا تصديق نيو ونرجس من قبله للنبوءة بتاعتها هما اللي خلوها تتحقق؟ مش يمكن لو نرجس كان عارف شكله ايه من الاول ما كانش وقع في غرام انعكاسه في البحيرة؟ قولولي انتوا رأيكوا ايه، وللمزيد من السحلات في زرار ما وسؤالي.